اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده في مجموعه الاخبار اللي عندنا باقه مختلفه. طبعا في جانب سياسي كبير في المساله. مصر تشهد حاله من الرواج السياسي والتوتر السياسي بسبب الانتخابات البرلمانيه، لكن النهارده السيد الرئيس حسني مبارك اصدر قرارا جمهوريا بدعوه مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الساعه 11 صباحا. ده طبقا لمواد الدستور للمادتين 101 و205. كده هيبقى دي دورة الانعقاد 31 قبل 20 يوم من انتخابات مجلس الشعب، اللي الجولة الأولى فيها هتكون إن شاء الله 28 نوفمبر والإعادة في 5 ديسمبر، ثم يعقد مجلس الشعب والأيام بتجري أولى جلساته بتشكيله الجديد في 13 ديسمبر، يعني بعد 35 يوما من أولى جلسات الشورى في الدورة البرلمانية الجديدة. كل عام وأعضاء مجلس الشورى بخير. ونروح لما أثير في الآونات الأخيرة. في الأيام الأخيرة قرأنا أن بعض الأحزاب، حزب الوفد بالتحديد، طلب إذاعة إعلانات في بعض وسائل الإعلام من التلفزيون المصري وقناة المحور ولم يتم بالموافقة عليهم، وكأن هناك موقف. الوفد قال إن في موقف من حزب الوفد وهدد بالانسحاب من الانتخابات، ويبدو أن الرؤية لم تكن مكتملة حتى الآن. النهاردة السيد أنس الفقي وزير الإعلام بيحاول يوضح الرؤية وما سيتم في الفترة القادمة. معايير، كل شيء سيكون بمعايير، نتمنى أنها تكتمل ونرى انتخابات نزيهة ومحترمة. النهارده السيد انس الفقي اجتمع مع الدكتور فاروق ابو زيد رئيس لجنه رصد وتصحيح الدعايه الاعلاميه والاعلانيه لانتخابات مجلس الشعب، عشان يراجعوا المعايير اللي عدتها اللجنه قبل كده، يعتمدها الوزير ويقول هي دي، هل هناك اشياء اخرى في متغيرات بتحصل، هل يا ترى هنضيف هنشيل. اللي هيحصل ده مش هيبقى في التلفزيون المصري بس، ده على كل الإذاعات والقنوات الرسمية والقنوات الفضائية الخاصة التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية. الوزير أنس الفقي أكد على ضرورة تمثيل القنوات الفضائية المصرية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب في تشكيل اللجنة لضمان حيادية تام ورصدها لأي تجاوزات في التناول الإعلامي للانتخابات والحملات الإعلانية للأحزاب أو المرشحين، علشان يكون لدينا إعلام محايد. وزير الاعلام قال ان المعايير اللي هتضعها لجنه رصد الاداء الاعلامي للانتخابات التشريعيه هتتقدم للجنه العليا للانتخابات، علشان نتاكد من انها بتحقق الحياد. يعني اللجنه العليا لازم تعتمد وتدي فرصه لكل المرشحين انهم ياخدوا، يبقى في تكافؤ في الفرص، محدش يزيد عن التاني ولكل الاحزاب. وقال كمان وزير الاعلام ان الحملات الاعلاميه مدفوعة الأجر تبقى الإعلانية على مستوى الأحزاب بدأت منذ صدور القرار الجمهوري الخاص بالانتخابات البرلمانية، أما بالنسبة للأفراد فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على وسائل الإعلام تبدأ بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين. وأشار الفقي أيضا إلى أن الإعلام المصري بيخوض تجربة انتخابات مجلس الشعب بجناحيه الرسمي والخاص، وإن المسؤولية بتقع على إعلام الدولة والإعلام الفضائي للالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة في التعامل مع الأحزاب وجميع المرشحين. يعني اللجنة العليا للانتخابات هي اللي هتحدد وتقر وتقول إن ده موافقين إنه يتعمل له دعاية وإعلانات وتتذاع في كل القنوات بلا تفرقة، سواء تلفزيون مصري أو خلافه. في نفس الإطار مسألة ما زالت ممتدة شوية، اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر أكدت أن استخدام أي من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب لشعار الإسلام هو الحل سوف يعرضهم إلى الشطب، هتتخذ إجراءات لشطبهم. وقال أن هذا الشعار معد مخالف للقانون بشأن الدعاية الانتخابية والقواعد التي أعدتها اللجنة العليا. خلينا نسمع الكلام من صاحبه السيد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنه العليا للانتخابات. مساء الخير سياده المستشار. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ماذا سيتم لرفع الشعارات المخالفه زي المحدد دلوقتي هو الاسلام هو الحل؟ اعتقد ان هناك اشياء اخرى هيكون في قرارات لانها مخالفه للقواعد التي وضعت. والله شوف، هو هتبقى المساله يعني كل حاله بحالتها. نعم. وهنشوف هل هذا الشعار او هذا المنصف اللي هتم الدعاية على اساسه يحمل معنى ديني معين او
خلفية لا يجب أن تكون في الدعاية الانتخابية، فهيتم الإعلان عنها بعد اجتماع، في اجتماع بكرة إن شاء الله. نعم. هيتحدد فيه إيه هو اللي ممكن يبقى رمز ديني لا يجوز إن إحنا نستعمله في الدعاية، واللي ما يعتبرش كذلك، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن إن هو يستعمله. نعم. فإن شاء الله بكرة هيتم هذا. يعني بكرة هتتضح الصورة النهائية بالظبط كده. نعم. يعني في اجتماع بكرة إن شاء الله للجنة. نعم. هيتم فيه بحث هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بالنسبة له إن شاء الله. هيكون للجنة أيضا دور في الإعلانات وما يذاع عبر الفضائيات أو الصحف؟ هو المفروض المبدا المقرر انه لازم يبقى فيه تساوي. نعم. في المساحه وفي الوقت وفي اماكن الاعلان لكل التيارات السياسيه. يعني مش معنى ان حد معاه فلوس كتير يقدر ياخد وقت اكتر. لا طبعا. نعم. ودي برضه هنحددها بالاتفاق مع السيد وزير الاعلام. نعم. وكنت انا اتكلمت معاه امبارح في هذا الموضوع، وان شاء الله هتوضع معايير وضوابط بحيث انه تبقى المسائل متساوية ويبقى كل واحد واخد حقه في مسألة الإعلام دي. رائع. سيادة المستشار، هل يمكن أن نطمع في تحديد موعد تشرفنا فيه في البرنامج علشان السادة المشاهدين والناخبين والمنتخبين يبقوا على علم وبينة بما سيتم؟ إن شاء الله. بإذن الله. ربنا يخليك. شكرا سيادة المستشار.